سلام عليكم يا عم صاب. سلام ورحمة الله يا شيخ سعيد. ايه اللي جاب؟ سيد القاتل عز، انا معترف بهزيمتي. ما بك الان؟ تتغلب علي في كل شيء. انت زعلان ليه؟ ده انا حجوزك هالنوم. انت واحد منهم. يا سلام على الاخلاص، يا سلام على الوفاء. يا الله حي. واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. اطلع مرتي. ليه؟ عشان شافك يا رجل يا طيب. الدنيا تلاهي يا سيد افندي. صباح الخير يا مسيح افندي. مالك كفلنا الشر؟ في حاجة ولا مؤاخذة كده يعني زعلان؟ خدوا بالكم بقى، جدكم زمر الأغا ترك أموال ومجوهرات قدرت بمليون جنيه للي يبقى على قيد الحياة من ذريته. تشاهدونه في الأوقات التالية.